يا رب يرزقنا يا رب بزبون مش للبازار، لا يا رب للقلل. مش مشكله البازار يولع بس القلل. خايف يا ويلكم بالسياح يا ويلكم. شكرا يا رب. قبل بقى اي حاجه خد بق بقى وادعي لي. بق من القلوق، بق ميوق من القلوق. نو 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 يه يه يه. اوعى ايه انت عايز تطفش لنا السياح ده؟ احنا ما صدقنا ان هم رجعوا. يالا يا دول هو هيشرب بسرعه كده بقه وخلاص. نو نو اتس ميه معكره. نو نو هو قصده ميه مسكره. بقول لك ايه مالكش دعوه بالسياح، خد القله بتاعتك دي. انت كده هون دايما هدول يعني حتى في النادر واقف لي فيه. بقول لك ايه، خد القله بتاعتك دي وروح اسرح بيها على العربية ترمس. اجري يلا اجري. عايز يشرب. ايه 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 يا عم انت راح مين دول؟ دي قوله لا ده حته بقى، ما دول طردني بقى من البازار. انت جاي تقعد معاهم يعني هتحلوا مشكله الطرد؟ معلش حته بقى، ما انا ما لقيتش ليهم متوى غير عندك يا صاحبي. هم هيشربوا بقى ولا هيقعدوا كده على الفاضي؟ انت مجنون يا عم، دول لو قعدوا عندي المعلم انا هيطردني. يا حته اقف جنب اخوك يا حته، مش احنا اخوات واصحاب؟ اقف جنبي، ده ما حدش شرب منهم ولا بق لغايه دلوقتي. القوله المكسوفه حد يبوسها في بقها؟ ايه يا عم الكلام ده؟ والله مش عارف يا ده حته، كأن الناس كده هون يعني خلاص ما بقوش عطشانين خالص من ساعة ما عملت الندر ده. انت صاحب يا رمزي، هعمل معاك واجي. ايه انا هشرب بالقلة مع اني مش عطشان. لا يا راجل. والله حبيبي يا رمزي، عشان تعرف بس ان انا راجل جدع. والله العظيم انا عارف يا حتة من زمان، وانا عارف ان الواد حتة ده جدع قوي وراجل قوي، وكل ما اجي افكر ان انت مش راجل كده ولما بتقعد تزعق لي بقول لا، الشيطان يطلع لي يقول لي لا ده جدع. يلا يا تن تن تن. ويا حلو قوي، يلا اشرب القله كلها في بق واحد. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. شايفني يا حته؟ شفت ربنا نجاني ازاي؟ لا ده بيقول لك الشاي حلو يا حته. لا بيقول لي الشاي يا حته. والله انا هعمل له الشاي. لا مش هتعرف. انا هعرف اعمل الشاي. قول له وانا هعمل له. لا يا حته بص، انت اول ما رفعت كده وانا الرزق جالك ازاي؟ ده جالك انت مش جال انا، عشان خاطر امسك. ايوه على الشنجة يا اخ. يا رب الشاي يقع على هدومك كده هون وتتلسوع. اعمل ايه بقى، انا اشرب انا بقى وخلاص، محدش عايز يشرب. منك لله يا رمزي، ان ما خصمت لك عن كل دقيقة اتأخرتها ما بقاش انا عادل. بق يا بيه، بق يا استاذ. يا جماعه ما حدش عطشان ولا ايه؟ اللي هيخلص ميه القله بتاعته تبقى هديه يعني. بق يا بيه، بق يا هان، بق. تعال هتضرب. مش هضرب، تعالى بقى خد. رمزي نعم. ما تبلليش دماغ الزباين، ابوس ايديك. طب اعمل ايه؟ طيب حته بقى ساعدني، اقف جنبي. اقف جنبك اعمل لك ايه يعني؟ بص حط ميه القلل دي في الشاي ونزلها كده بقى في الشاي يعني. لا ما ينفعش، ميه الشاي لازم تكون سخنه. حط بقى ميه القلل دي جنب الشاي كده هون بقى في كوبايات كده ميه تبقى حلوه كده ساقعه. ما ينفعش، اصل الميه بتنزل مع الشاي لازم تكون نص نص. مش في عندكم في الشيش فيها ميه اللي هي بتقعد كده؟ حط القلل فيها بقى. ما ينفعش، لو حطيتها فيها عملنا تطلع بره الميه. طب اعمل. طب بص، مش انت بتيجي الصبح تبقى عايز ترش قدام القهوه؟ خد اشرب من البق كده هو، بق اشربه بلعه، والبق التاني بقى انفخه كده. برضو ما ينفعش، لازم ارش الميه قدام القهوه دي بايدي. القلل دي خدها وامشي، انا هشرب منها وانا هنا. المصحف مع سيبك يا رمزي. جدع Yeah.
عنتر حبيبي. تشرب؟ مش عطشان يا مان، يا رب اشوفك في البرلمان. مين يا عنتر؟ انا نجلاء. تشربي؟ وايه اللي في ايدك ده يا ابني؟ دي لازم قله النادر. اه يا جماعه، حد عايز يشرب؟ يا ابني هو انت عمال تلف على الناس تحايل عليهم يشربوا منك؟ ايوه. ممكن تعطيني رشفة منها يا رمزي؟ يا سلام، ده عز الطلب يا رانيا، اتفضلي. نو نو شيرين، شوف بابا حبيبتي، نو دي كلها ميكروبات وكلها عفونات وصرصرات وكل اللي تحسك فيه. يا مين؟ اوعي بق القلة ده محمل بكل الميكروبات اللي في الدنيا، من شفة لشفة ومن ريق لريق. الولاية دي بتتكلم صح، فيها بكتيريا سالمونيلا وستافيلوكوبس ورمزي هوبس. يا مامي يا إلهي يا إلهي. يا جماعة ده محدش شرب منها خالص. كل الكلام اللي بتقوله مجيدة ده غلط، كلنا بنشرب من القلنا بقالنا زمان وما حصلناش حاجة. عشان جدتك نحست يا ماما. أنا بقى ممكن أشرب من القلة جهيا، لكن أنا هشرب منها. بجد يا مرات عمي؟ آه مش هكسفك يا واد، هات القلة. يا يا اتفضلي يا أنتي. فكري جيدا قبل ما تقدمي على هذه الخطوة. حبيبتي أنا خلاص قررت، أنا هشرب واتكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده يا ودة؟ إيه؟ ما فيهاش ولا نقطة مية. زي ما بقولك كده يا رمزي، يا أنا يا الأولى. يا دولة يا دولة، أنت كده بتحطني في موقف صعب. بص قدام خمس دقايق تقرر يا رمزي، أنا ولا الأولى؟ يا دولة فكر يا دولة. فات منهم دقيقة. بسرعة كده؟ أدي دقيقة كمان. إيه ده، هي الدقايق ما فيهاش بركة يا دولة؟ خمس دقايق خلصوا، خلاص. أسمع قرارك، أسمع قرارك بسرعة، ها؟ أنا ولا الأولى؟ طب دولة اديني دقيقة تانية. هو أنا حكم في ماتش كورة؟ مفيش دقايق، خلاص خلاص. انت يا عم انت عاجبك كده؟ لا مش عاجبك. يلا حته ايه اللي حصل يا استاذ عادل؟ المعلم بستفني. ايه معلم؟ مين معلم بستفني ده؟ المعلم زعقني يعني. اه بستفك. أيوة يعني. ايوه يا عم، وكسر لي قلتين على دماغي بسبب الاستاند الاولى اللي انت حاطه في القهوه. تعالى لمه بدل ما ارميه في الشارع. لا لا، يعني ايه كسر له قلتين من قله ليه؟ لا انا هروح اجيبه. خد يلا يا رمزي. يا دولا سيبني بقى، ارحمني بقى، ارحمني بقى يا دولا، وسيبني الم القلل بقى. القلل دي مش هتدخل البازار ده عندي تاني. بص يا عادل يا سعيد، لو البازار بتاعك ده اخر بازار في البزازير دي كلها، ولا الحوجة ليك مش هجيب القلل بتاعتي هنا اهو. ما نجيبهاش هنا، يلا اتكل على الله. ايش يا دولا، انا هقف بالقلل بقى بتاعتي في اي ميدان واقعد بقى اشرب كل الناس بقى، حتى كله، ولا هتزل ليك ولا للقلل بتاعتي ليك. ماشي اتكل على الله. ماشي ماشي اتكل على الله. انا ماشي يا دولا. انت عايز امسكك؟ ايوه مش همسكك، يلا اتكل على الله. دولة. يلا يا دولا. يلا ماشي ولا. ماشي يا دولا. ولا ولا اهو ماشي كولا ماشي كولا. لك لا كوكا الله يخرب بيتك، جننت الواد هو ناقص هبل. تلات ايام يا عادل؟ حرام. طب ازاي يا بيبي؟ لا حس ولا خبر عنه. ما تسأل عنه؟ اسأل عنه ايه؟ ده انا ما صدقت خلصت منه الحمد لله. حرام يا بيبي، ده ابن عمك برضو، وكما قال المثل العربي الفصيح بالفارسي، العم ما يطلعش من لحم. الكلام ده في الالغاز وفي الحاجات اللي زي كده، لكن الحقيقه ان اساسا ان انا اتبريت من العيله دي من ساعه ما عمي خلف زفت رمزي ده. الحق يا عادل الحق، الواد رمزي واقف بره ومعاه واحد وحاطط له قله على قفاه. ده سحر واتجنن الظاهر كده. بقول لك ايه يا عادل، اتصل بمستشفى الامراض العقليه تيجي تاخده. ده انا هصفي دمك في القله واشرب من دمك. في ايه يا رمزي؟ مالك مالك يا رمزي؟ قول اللي حصل. يلا في ايه؟ دولك وكل شيء انكشف وبان. دول ايه هو اللي انكشف وبان؟ فهمني. كوكا ما طلعتش كوكا، ورمزي ما طلعش رمزي، حتى ما طلعش حتى. ايه ده؟ ايه ده؟ عليه العوض ومنه العوض فيك يا رمزي. بيبي عادل ده خلاص ضرب كل السلوك، ضرب اتكلم مع سرية المجازيب. انت قال قبل ما سرية المجازيب دي تيجي انا اقول لك؟ ماشي ماشي. بس يلا ايه اللي حصل يا حته؟ فهمني كده. مفيش يا استاذ عادل، كوكا طلعت نصابه غصب عني ومصعب ما كنت اعرف. نصابه؟ ايوه نصابه دوله، ومسكوها واتقبض عليها دوله كده وهي بتقرا الكف، وكان الكف ملفوف بملايه. يا دي الكسوف يا دي الكسوف. طب والنادر يا رمز؟ ما طلع في شنك يا دولة. في شنك يعني ايه؟ مش انت كنت قلت ان انت عليك نادر؟ هي اللي قالت ان انا عليا، وانا مش فاكر اي حاجه يا دولة. اه كده انا فهمت، خلاص عرفت. ويا خايب بقى،
خدت منك فلوس قد ايه؟ لا يا نور، انا خدت كل الفلوس وحق ارجع لي لما البوليس بقى قبض عليها. انت يا انت حيلا ما اسمي. خلاص خلاص خلاص، اهدى اهدى. بص ما دام عليك نادر يعني، هات القله، هات القله. ما فاضيه دول، هتشرب ولا انا هشرب منها عشان اوفي لك النادر اللي عليك يا ده رمزي. مش هي فاضيه؟ ايوه دول. وانا قلت لك اشرب منها؟ ايوه دول. في تخلف اكتر من كده؟ يلا بقى تعالى لي، تعالى تعالى. الحوالي ولا ولا ولا. Ha ha ha!